الرحمن الرحيم. امام مسجد الزبير من العوام. الحمد لله اليوم الاول كاين واحد شويه الضوء، الصلاه الاولى كاين واحد شويه الناس باقي ما فاهميش بزاف هذا البروتوكول الجديد. البروتوكول الجديد اهم حاجه فيه هو ثلاثه الحوايج، هو انه يجيب البافيت ديالو، ويجيب الصلايه ديالو، ويجيب الساشيه فين يدير الصلايه. يعني هادو ضروري مهمين، في حاله الا كانت شي وحده منهم ترجعوه. كذلك عندما ينتهي يعني يملأ المسجد بالمربعات التي وضعت بمتر ونصف بين كل مصلي، فإننا نقوم بغلق المسجد يعني حتى ننتهي من الصلاة. وبعد الصلاة مباشرة لا تكون النوافل، إنما يكون مباشرة الذهاب، ونضيف فتح باب آخر حتى يتسنى للمصلين الخروج بسهولة وليونة وبتباعد اجتماعي. كذلك بأن الجديد في هذه المرحلة أن المسجد كان يبقى مفتوحا بعد صلاة المغرب إلى العشاء، الآن لا، سوف يغلق مباشرة بعد صلاة المغرب حتى يقرب صلاة العشاء. وكذلك لا زالت الجمعة كذلك معطلة، ولا تصلى ظهرا إنما تصلى في البيوت، ويبقى المسجد مغلقا حتى قبيل صلاة العصر. هذا أهم شيء. بالنسبة للمصلين أغلبهم يعلم هذه الإجراءات، ولكن بعض الناس لا يعلمون هذه الإجراءات. لذلك كل من لم يعلم هذه الإجراءات فإننا نوصلها له بطريقة سهلة وليونة، وكذلك ما أفادتنا به المندوبية بجميع هذه الإجراءات، وهي موجودة على باب المسجد يعني حتى يطلع عليها جميع المصلين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا في هذه المهمة، وأن يتضافر الجميع. كذلك السلطات المحلية فهي معنا يعني دائما، تقوم هي بالتدبير خارج المسجد ونحن بالتدبير داخل المسجد. كذلك هم رادين المجهودات ديالهم، جزاهم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء. ثلاثة الحوايج، البافيت والخيشة والصلاية، هذا ضروري نال. اللي ما عندوش الثلاثة بلا يحاول يجيبهم عاد يجي، ولا عمرو المربعات صافي غادي يتحبس المسجد. هذا اليوم الأول هذا اللي تفتح فيه المسجد، هذا المسجد الزبير، الحمد لله بعض الناس الحمد لله كاين الناس جاوا بكثره، ولكن دخلنا يعني ملأنا دوك المربعات وسدينا المسجد، والحمد لله كاين الناس اللي يعني تعاونوا معنا، اللي عارفين هذه المساله هذه، جايب معاه الزربيه ديالو وجايب معاه الساشيه ديالو فاش يدير الصباط، يعني المسائل ديالو كلها عارفها. وكاين شي بعض الناس مساكن بالاخص الناس الكبار، الناس باقي ما واعيينش مساكن، ولكن فهمناهم، وكاين اللي تفهم وكاين اللي تقلق، ولكن الحمد لله الامر راه مزيانه، والسلطات المحليه الحمد لله راه واقفه بجنبنا. اذا تكون شي حاجه بحال هكا راه كيدخلوا داك الشيء كيشرحوا للناس الامور، والامور دازت مزيان الحمد لله، وحنا فرحانين الحمد لله بلي تفتح المسجد، وكنتمناو من الله عز وجل باش الناس حتى هما يتعاونوا معنا ويفهموا هذا، يفهمونا مزيان، باش ما يعنيش الانسان يتقلق عليك يقول لك لا رديتني من باب المسجد ولا هذا. ان المسجد فيه واحد القدر ديال الناس، ملي عمرو دوك سميتو راه سدينا المسجد، وان شاء الله تدريجيا من بعد ان شاء الله ملي ترفع هذا الوباء راه غيتطلق المسجد، خص الناس غير يتفهموا هذه المساله هذه. وتنشكروا الجميع، وتنشكركم انتم كصحافه الحمد لله اللي واكبتوا هذا الشيء هذا، وكنشكروا السلطات المحليه بما فيهم سعاده القائد والناس الاعوان السلطه، راهم كلهم جاوا تعاونوا معنا جزاهم الله خيرا، ونطلب الله سبحانه وتعالى ان يرفع علينا هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمه الله. نشكركم على هذا الشيء اللي سميتو، والحمد لله على هذه الساعه هذه. حنا على هذا الشيء اللي كنا غايبين فيه، اللي كنا ما كنصليوش، كنا محرومين الصلاه، ودابا هذا الشيء كنكون على ما كنظن مزيان، كاين اجراءات زوينه وتعقيم مزيان والكمامه بقانونها، واللي جاب صباطو كيجيب فاش الشاشيه فاش يدير الصباط ديالو، والمسافه كاينه، والحمد لله غيكون داكشي مزيان شويه بشويه. الله يرفع علينا هذا الوباء، نطلب الله الله ينصر سيدنا عشان الملك، الله ينصره، الله ينصر الحكومه ديالنا، ينصر السلطه. الحمد لله كلشي داز مزيان، داروا كارويات وكل واحد خصو يصلي في الكارو ديالو، وتقبلناها لان لضروره احكام. طبيعه الحال زعما حسينا بواحد، ولكن اش غادير، امر جلل، عندنا ما نديرو، هذا الشيء فوق الطاقه. وبالنسبه للاجراءات الوقائيه اللي كيكون قدام الباب، واش كيكون كل شيء مزيان؟ لان هذا كله لصالحنا وصالح الامه كلها، هذا الشيء ضروري خصو يكون، خص الانسان يتقبل هذا الشيء، لان هذا الشيء ضروري باش يكون.